يعني اولا استاذ نجم، كما تعرف العراق يبدا منذ الصباح بمشكله ويختم ايضا بمشكله، يخرج من مشكله ويدخل في مشكله. في كل دول العالم المشكله حينما تحل تفضي الى انفراجه، الا في العراق المشكله تولد مشكله. ودائما مخاضات، يعني دائما المخاض في العراق يكون في كل مساله يكون عسير. كل دول العالم حينما تضع الانتخابات او زارها تكون كانما عمليه كرنفال، الا في العراق هي عسره، هي شده، هي توجس، هي ترقب، هي استهداف، وهكذا دواليك. اليوم الاخ قاسم العرجي كما تعلم معروف لدى العراقيين، الاخ قاسم العرجي يعني طيب ولين وتوافقي الى حد كثير، غير تصعيدي، غير محتقن، متصالح مع نفسه. يعني بتقديراتي مؤتمر الصحفي يوم امس كان ناجحا الى حد ما. ناجح من حيث ماذا؟ من حيث التهدئه، من حيث عدم اتهام وتوجيه اصابع اللوم لاي جهه ولاي شخص. الرجل اراد ان يعني اراد ان يسحب الاحتقان ويحل هذه ينزع فتيل الازمه التي يعني انتابت البلاد منذ يوم اعلان رئيس الوزراء عن تلقيه ضربه بطائرات درون، وقد اوضح ملابسات وقد خالف الكثير من المعطيات التي انتشرت وشاعت، من بينها ان هناك ثلاث طائرات، ومن بينها انها جاءت من النقطه جيم من النقطه الف الى النقطه باء، ومن بينها ان هذه الجهه تقف خلف عمليه الاستهداف. يعني بعد هو اولا المستشار الامن القومي، ويعني حينما قال وحينما صرح خلص الروايه الحكوميه نستند عليها ونذهب الى انه لا استهداف ولا اي جهه، وبذلك نغلق هذا الملف وندخل بملف اخر هو ملف المصادقه على اسماء المرشحين. واعتقد استاذ نجم يعني المصادقه هذا اليوم هي جاءت على يعني على اعتاب تواصل وحوارات بينيه، وهذه الحوارات ادت الى كبح جماح اي احتقان قد ينشب. لا ننسى الدور الكبير الذي اطلع به الاستاذ القاضي فائق زيدان. فائق زيدان حقيقه يعني صمام امان البلاد، وفائق زيدان هو الرجل الصامت الذي يتكلم بصمت.